إن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع لمن يعظم ويحترم هذا الشهر. بالسرور لا تضاهيك الشهور، كل حرف منك يا شعبان نور. إنما سمي شعبان لتشعب الخيرات فيه، أي في رواية، وفي رواية أخرى لتشعب أرزاق المؤمنين فيه، مقدمة لشهر رمضان. بالسرور لا تضاهيك الشهور، كل حرف منك يا شعبان نور. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا هل هلال شعبان أمر مناديا ينادي في المدينة: يا أهل يثرب، ألا إني رسول الله إليكم، ألا إن شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري. إعانة رسول الله بالعبادة وبالصوم وبالتضرع إلى الله. بالسرور لا تضاهيك الشهور، كل حرف منك يا شعبان نور. الله يأمر شجرة طوبى فتدلي بأغصانها على الدنيا، وأيضا يأمر الباري النار فتفتح أبوابها، ويأمر شجرة الزقوم، اللي شجرة الزقوم أكو في الرواية أن أصلها في النار، هذه أيضا تدلي بأغصانها على أهل الدنيا. ثم ينادي المنادي، هذه شجرة طوبى وقد أدلت بأغصانها عليكم على أهل الدنيا، فمن تعلق بغصن منها هذه أخذته إلى الجنة. وهذه شجرة زقوم قد أدلت بأغصانها، فيأتي التحذير، لا يكون واحد يتعلق بغصن منها اللي تفضي به إلى النار والعياذ بالله. طريقة التعلق بأغصان شجرة طوبى. إلى هنا علمنا أن أبواب الجنان تفتح، وشجرة طوبى بأمر من الجليل تدلي بأغصانها، بس طريقة التعلق بهذه الأغصان كيفية يبين صلى الله عليه وآله حسب الرواية أنه فمن تطوع بصلاة تعلق بغصن، ومن تطوع بصوم تعلق بغصن، ومن تطوع ببر للوالدين، بإصلاح ذات البين، إصلاح بين الزوج وزوجته، بين الأب وولده، بين الأخ وأخيه، بين الغريب والغريب، أي عمل، أي طاعة. طبعا شوفوا هذه الأمور كلها دائما ورد التأكيد عليها، لا سيما في شعبان المعظم، اللي قلنا أنه من أتى بطاعة من هذه الطاعات فقد تعلق بغصن السعادة. كل ما يكثر من الطاعات تعلقه بأغصان أكثر تكون من شنو؟ من شجرة طوبى إن شاء الله. بالسرور لا تضاهيك الشهور، كل حرف منك يا شعبان نور. إذا أملقتم، يعني صرتم في ضيق في شدة، فتاجروا الله بالصدقة. حديث لطيف حقيقة. إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، هذه الصدقة مؤكدة في شهر شعبان. الإكثار من الاستغفار
الإكثار من الصدقة، الإكثار من الطاعات عموما، كل الطاعات مؤكدة فيها وثوابها يضاعف، وخصوصا الصوم اللي عندنا خصوصا في غرة شعبان، من صام غرة شعبان يعني أول شهر شعبان وجبت له الجنة، في بعضها فله الجنة، في بعضها حرم الله جسده على النار. يوم واحد الله يوفقه لصيامه، اللي يصوم يومين ثلاثة، وهكذا روايات كثيرة. من أحب بإمكانه أن يراجع بحار الأنوار لعل الأخبار، مصادر كثيرة موجود فيها فضل صيام أيام هذا الشهر المعظم. بالسرور لا تضاهيك الشهور، كل حرف منك يا شعبان نور. من أهم الأعمال الواردة في هذا الشهر الفضيل هو الصيام، فهناك كثير من الروايات والأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيته الأطهار التي تحث المؤمنين على الصيام في هذا الشهر الفضيل. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: شعبان شهري وشهر رمضان شهر الله عز وجل، فمن صام يوما من شهري كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام يومين غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن صام ثلاثة أيام قيل له استأنف العمل. يعني ابدي من جديد، لك صفحة من جديد أعمال. بالسرور لا تضاهيك الشهور، كل حرف منك يا شعبان نور.